تلاحظون انها الحمد لله في سير وسير على درب الحمد لله. هذا العام كانت العام اللي فات كانت ممكن جمعيتين او ثلاثه، هذا العام رانا نشوفوا ثلاث خمس جمعيات ولا سته، عطات دفع كبير لهذه التظاهره، وان شاء الله غادي ان شاء الله من العام الجاي تكون احسن واحسن. ونشكر الجميع الحقيقه كل الذين سهروا على هذه التظاهره وعطوا عليها صدى كبير لإيجاح هذه التظاهره، وشكرا لكم. جات الجمعية هذه جمعية سيدنا بلال ديال الفولكلور ولاد سعيد لإحياء هذه المناسبة مع الجمعيات الأخرى، واش نقول لكم العام الجاي إن شاء الله. هذه التظاهرات تدخل في إطار التظاهرات الرئيسية التي تتمتع بها الدولة الجزائرية بصفة خاصة والأمازيغ بصفة عامة، فهذه التظاهرة شهدت مجموعة من التظاهرات الثقافية الفولكلورية خاصة منها الأهليل والبارود والقرقاب وكذلك سارة حسب ما رأينا، وكذلك تخللتها مجموعة من الأنشطة الثقافية الفكرية ومنها المسرح الذي يعبر حقيقة عن موروث ثقافي لهذه المنطقة، منطقة الغرارة، وهو الآن في طريق الانجثار. فهذه الفرقة حاولت أن تفكرنا وأن تسترجع بذكرياتنا إلى هذا الموروث، لعله ربما مستقبلا سوف يعود إلى الواجهة ضمن هذه التظاهرة. في الحقيقة فيما يتعلق باللغة السنتية نجد أنها في طريق الانجثار، ونتأسف لذلك لأن العديد من المجتمع السناتي فيه العديد منه بدأ يتخلى عن هذه الهوية، وهي مقوم من مقوماته في الحقيقة وهي اللغة، لأن المجتمع أو القومية بما تمتاز بمجموعة من الروابط، من بين هذه الروابط هي العادات والتقاليد والتاريخ المشترك وكذلك اللغة،